التغيير هو سنة من سنن الحياة، وهناك مواقف في الحياة تغيرنا، وهناك أيضا أشخاص ملهمون يغيرون في مجتمعاتهم ومن حولهم. التغيير الإيجابي هو ما سيحدثنا عنه فرسان التغيير. أنا أؤمن أن ما في شيء يثبت إلا التغيير. التغيير هو الشيء الوحيد الدائم. بالنسبة لي التغيير يستفز ذهني. في تغيير نعتقد انه هو خلينا نقول صحي، ان احنا نتطور من الحاله اللي احنا فيها نتطور لفوق، ومعظم الوقت التطوير هذا يصير عن قناعه، وقناعه ان اليوم بالخطوه هذه الاضافيه راح اكون انا مستانس اكثر، راح اكون انا مرتاح اكثر، راح اعطي اكثر. أجين أنا في كلمة ثانية قلتها هي الراحة. ساعات الواحد يكون مرتاح في المكان اللي هو فيه بس لأنه هو تعود عليه، وساعات يكون هذا الشخص يكون التغيير عليه مرعب بس لأنه ما يعرف شنو اللي بيجي معه التغيير. ولكن معظم الوقت لما تكون القناعة والنية الداخلية إن الواحد يبي يتطور، فالتغيير بالنسبة له راح يكون الفسل، راح يكون المركبة اللي بيوصلها إلى المكان الأفضل له هو. أنا بالنسبة لي الفن يشكل اللغة اللي أنا أخاطب فيها الجمهور. الفن بالنسبة لي هو اللغة اللي أنا أخاطب فيها الجمهور. بالفن أقدر أحقق تغيير في وجهات نظر الناس، أحقق تغيير في من وين يشوفون الموضوع. بالفن من ناحية الإعلام، من ناحية السينما، من ناحية الموسيقى أو المسرح، الفن هذا كله بالنسبة لي وسيلة عشان أوري الناس زاوية للموضوع اللي هم أو الحاجز اللي عندهم، أوريهم الـ نفس الموضوع هذا من زاوية أخرى. أعتقد إن إذا تحقق الصدق في طرح العمل الفني، أعتقد إنه يوصل للشخص ويأثر عليه بشكل إيجابي. يعني اليوم أنا لو أصنع شيء بصدق أو أصنع عمل فني بصدق، يوصل للناس بشكل أكبر ويصير وقع عليهم وقع إيجابي.